لليوم. محطتنا الأخيرة يا سلمى لليوم رح نتوقف فيها عند فن ازدهر بالعصور الإسلامية، فشكل وسيلة فنية متميزة لتجسيد الجمال، فزينت به المساجد والقباب، والحروف العربية كتبت الآيات القرآنية لتزيد بجمالها من الروحانية على الكلام المقدس. واليوم رح نتوسع بالحديث عن الخط العربي وماهيته وجماليته مع الأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس مادة الخط. صباح الخير، صباح أهلا وسهلا الخير، فيك أهلا وين وسهلا، عدالك؟ أهلا وسهلا وأنتم بألف خير. يسعد صباح الخير، صباحك. يا صباح النور، أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي شوي عن خصوصية الخط العربي ونشأته. نشأة الخط العربي، نشأة الكتابة، نشأت لأداء وظيفة وهي إيصال المعنى إلى المتلقي بعد وقت. نعم، فنشأت ضرورة للكتابة. الكتابة العربية نشأت في على مرحلتين، أو كان في قديما يستخدم الخط المسند الحميري لكتابة أهل اليمن، فلما توقفت هذه الحضارة كتب العرب بأبجدية جديدة هي أبجدية عرب الشمال من التي كانت في البتراء، وانتقلت هذه الكتابة إلى مكة بعد ذلك. طبعا بداية كان في مكة يكتب عدد قليل من الناس، فمع دخول مع نزول القرآن الكريم ودخول الناس في الإسلام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم المجتمع الكتابة، ومنها أن فداء أسير في غزوة بدر كان بتعليم 10 من الصبيان. نعم، فهنا كتابة، وبدأ الناس يبدأون بكتابة آيات القرآن الكريم، الصحابة ومن حولهم، كي يحفظوا هذه الآيات ويعملوا بها. نعم، خلينا هيك نشوف نماذج يمكن مع حضرتك بتخص نعم. الخط العربي طبعا نحن والكتابات. بمناسبة اليوم عيد المولد النبوي، فنحن للخط علاقة وثيقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من اللوحات تكتب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة هذه اللوحات عدة فوائد. أول شيء فائدة فنية، عندما تعلق لوحة بخط جميل فيها حديث من الأحاديث، فيه إثراء أخلاقي، أو فيه حكمة من الحكام، أو فيه شيء من التعاليم الإسلام، يعلق دائما هذا الحديث، دائما كل من يراه يرى هذا الحديث ويدخل في قلبه هذا المعنى بشكل أسرع وشكل أجمل، لأنه ضمن لوحة فنية مزخرفة وبخط جميل. من اللوحات المشهورة هي حلية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نشاهد أن الكتابة، كتابة اسم محمد صلى الله عليه وسلم، متعاكس بهذا الشكل ومتناظر بخط الثلث، والحلية النبوية هي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نحن دائما نحب كل من نحبه أن نعلق صورة له عندنا في بيتنا، فهذه الحلية هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وصفه الخلقي ووصفه الخلقي. والخطاطين عبر التاريخ تفننوا في كتابة هذه الحليات الشريفة. هنا لحظة بس، نشاهد، بس دقيقة خلينا نشوف الصفحة اللي قبلها. نعم، شوي. أوكي، هنا نلاحظ الحلية فيها حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. أوكي، نعم، فسيدنا علي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه الخلقي. هنا نشاهد نفس النص الحديث ولكن يكرر بعدة أشكال. عن علي رضي الله عنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، يعني كان مربوعا. نعم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، يعني لم يكن شعره مجعدا كالزنوج ولا سبلا كثيرا، كان بين ذلك. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، يعني لم يكن المطهم الذي يتكلم كثيرا ولا بالمكلثم الذي لا يعرف الكلام، إنما كان كلامه متزن. نعم، الحديث في، وبعد ذلك أيضا الوصف الخلقي،
كان أجود الناس خلقا. نعم. يعني اليوم حضرتك عم نتحدث عن جمالية الخط العربي وضرورة يمكن تعلم هاي الجمالية. مثل ما قلت في خطوط كتير عربية وكل خط له ميزة، كل خط له شكل. حضرتك مدرس، تحكي لنا شوي عن يمكن كيف بتبلش مع طلاب أبسط الخطوط تعلما بالبداية. طبعا نحن بالنسبة لتعلم الخط طبعا كما تفضلتي نبدأ نحن بالأسهل وهو خط الرقعة. خط الرقعة هو خط الكتابة اليومية الذي يعني مهم لكل الناس أن يتعلموا هذا الخط. يعني والحقيقة يعني لا يعذر أي إنسان بأن يكون خطه سيء، يعني يجب أن يتعلم الخط حتى الكتابة العادية تحمل صفتين، صفة الوضوح وصفة الجمالية. الكتابة مهمتها إيصال المعلومات، تمام، وأيضا الجمالية، جمالية الكتابة لكي يكون الكتابة منسقة مقروءة بشكل سهل بشكل أنيق، تمام، وهذا يميز الخط العربي والثقافة العربية بهذه الأحرف، الأحرف النورانية التي كتبت بها آيات القرآن الكريم وأنزل القرآن باللغة العربية وكتب بالحرف العربي. نعم، هذا شو نوع الخط؟ هنا نلاحظ الآية الكريمة فيها كتبا قيمة بخط الثلث، ونلاحظ هنا التوازن بالنسبة لتكوين اللوحة، وأيضا قيمة هي جاءت في وسط اللوحة. نعم. أيضا هنا دعاء وآية من سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نعم، هذه بخط الديواني. ونلاحظ أيضا آية أخرى أيضا فيها خط الرقعة فوق: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا الخط اللي حضرتك حكيت أنه لازم هو أسهل شيء. الأعلى هو خط الرقعة، وبعد ذلك الخط الديواني. خط الديواني خط لين وخط سعيد، دائما نحن نكتب به بطاقات الأفراح والمناسبات. خلينا نحكي عن إدخال الألوان يمكن ضمن بالخط، وخلينا نحكي بالآيات خاصة. يعني قديش صح إدخال الألوان على الآيات أو عدم إدخالها، أو لازم ندخلها عند كلمات محددة أو لزينة، ويمكن خلينا نحكي هذا التفاصيل. في اللوحات يعني يجب أن تكون اللوحة مؤطرة بلون ذهبي، أو حتى الكتابات يعني تكون بألوان جميلة. مثلا هنا في هذه اللوحة في هذا الشعر أنا كتبته بحبرين أحمر وأسود حتى يعطي ألق الحرف ويعطي روح للحرف. كما نعلم أن الطباعة تذهب من جمالية الحرف المكتوب باليد. هنا تظهر جمالية هذا الحرف ويبقى أثر الحبر على الورق بهذه الجماليات. طب شو بتفضل إدخال أي ألوان على الخط؟ والله الألوان الرصينة هي التي دائما تعطي جمالية للوحات. طبعا هذا بالنسبة لما نكتب من لوحات، أما إذا كان نعمل في كملصق إعلاني أو شيء يحتاج إلى كلام آخر. أما في اللوحات دائما اللون الذهبي هو الذي الأساسي، وحتى يعني لوحاتنا نستخدم فيها الذهب الخالص للزخرفة والتذهيب. نعم، يعطي ألق وقيمة هذا الحرف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون يكتب به القرآن الكريم. أكيد. يعني جمالية اللغة العربية وكيف تجسدت من خلال الخط العربي وأيضا من خلال الآيات القرآنية اللي يمكن بنزين فيها البيوت مثل ما قلت حضرتك، حتى نقتبس بعض الآيات يمكن بتفوت عيادة بتشوف، بتفوت مشفى بتشوف، فإذا مرضت فهو يشفين. يعني فقد ايه يمكن هي الجمالية. طبعا نعم، الحقيقة لوحة الخط تميز عن باقي اللوحات بشيء، أنها فيها معنى. يعني تحمل مستوى عالي فني، تمام، وتحمل أيضا معاني في داخلها. والصورة يعني هيك يمكن بنحفظها لأنه هذا الخط هي يعني بتنحفظ صورة بالحرف، بيدخل بالحرف طبعاً بيوصل بشكل أسرع يمكن إذا كان مكتوب بطريقة ظريفة. تنطبع في القلب وفي العقل هذه المعاني من خلال هذه الجماليات. وأيضا ملاحظة مهمة أن لوحة الخط لوحة متحركة.
كيف؟ يعني عندما أقرأ أنا سأمشي بعيني في متتابعا هذه الأحرف، يعني لن أنظر عشوائيا بطرف من اللوحة ثم طرف آخر ثم لا، يعني أنا سأتابع هذا الحرف حتى أمشي بتسلسل لقراءة هذه الأحرف التي تكون آية كريمة أو حديث شريف أو شعر أو موعظة، تمام؟ فينطبع هذا الشيء في داخلي بجماليات ثم أنظر إلى زخارف اللوحة وما تكون هذه اللوحة. يعني بختام حديثنا بدنا نتشكر وجودك معنا، شكرا لك، شكرا لهي المساحة الجميلة والراقية اللي شاركتنا فيها اليوم، شكرا كثير لك. شكرا لك، شرفتنا، وهيك ان شاء الله بينعاد عليك. شكرا لكم، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب.